التمهيد بالبيات ثم الصعود إلى النهاوند عكس كل القراء، هنا يبدع ويتحف المستمع بجمل نغمية غنية ثرية، بعد ذلك يذهب إلى مقام النهاوند يقول ويبدع، ثم يذهب الإبداع الأعظم حينما يصل إلى السيكا. السيكا يعني الدرجة الثالثة من مقام الراست. هكذا بسم الله الرحمن الرحيم يصعد للدرجة الثالثة. هنا مكان العمل كله مع الشيخ أبو لنين، يبدع في هذا المقام ثم يتحفنا بنقلة غير مألوفة. يذهب إلى مقام العجم، مع العلم أن مقام العجم منخفض قليلا ربع تون عن مقام السيكة، فلا بد أن الذي ينتقل هذه النقلة لابد أن يكون دارس جيد للعلم الصوت وفنون التلاوة وعلم النغم وعلم المقامات، بل يكون دارس للموسيقى دراسة أكاديمية بحتة. كيف يربط هذا بذاك؟ خشوع مع استعراض نغمي غير متعودين عليه. الشيخ أبو العنين شعيشع ليس مدرسة بل جامعة.